أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة رسوم جمركية على سلع صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقاً. وأوضح ترامب أنه قرر تأجيل زيادة الرسوم على الصادرات الصينية بعد إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية مع الصين. كما كشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي.